قبل ذلك التوكل والإخلاص 100% من التوفيق لأي من يريد أن يقيم أي مشروع. جزاك الله خير أخت حصة، وشكرين لك على هذه النصائح، وشكرا لكل الأخوة والأخوات المتصلين. أيضا إذا أذنت لي يعني أستاذ جمال، وأنا حريص حقيقة على أيضا تسليط الضوء على بعض النماذج الإيجابية في ظل الأرقام اللي أنت ذكرها، يعني لما تذكرت الصين أن كل 26 دقيقة يكون عندهم مصنع ممول، وكل 43 ساعة عندهم مركز أبحاث ممول من الخارج. أعتقد أنه عندنا إحنا حقيقة من الرموز ومن الشخصيات أيضا اللي حققت نجاحات. معي على الهاتف الأخ منصور الحربي، سلام عليكم الأخ منصور. يا هلا والله، حياك الله أخ منصور. الله يبقيك. سعداء بتواجدك معنا على الهاتف يا أخ منصور. والله سعادة لي وأنا أخو. بارك الله فيك منصور. كانت لك تجربة مع موهبة، أعرف أنك كنت أيضا مشارك في العام في عام 2008 بأحد الابتكارات. أعرف منصور أن الآن أصبحت عندك مؤسسة أو شركة، يعني تعطينا أيضا منصور تجربتك على عجالة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. في البداية أحب أمسي عليك وأمسي على الأستاذ جمال، جزاك الله خير، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي للمشاركة معكم في موضوعكم الشيق. أستغل هذه الفرصة لأتحدث عن أهمية البحث العلمي لبناء أي مشروع. فأنا استغليت البحث العلمي لبناء مشروعي اللي كنت أحلم فيه من صغري. فشخص مثلي يرغب في العمل في ريادة الأعمال، وعندما وجدت الفرصة الأولى في بناء المشروع الذي كنت أحلم فيه، أخذت على عاتقي أهمية البحث العلمي، فقمت بدراسة وبحث عن فكرة ومشروع كان في بالي. فعكس ما يقارب السنة الكاملة قمت من خلالها بدراسة الشبكة التحتية لمشغلين الهاتف المتحرك بصفة عامة، وأذكر بأني كنت أمضي ساعات طويلة في تعلم وقراءة كل ما يتعلق بهذا الموضوع. حينها كان يتحتم علي حماية هذه الفكرة، وفعلا توجهت إلى مكاتب براءة الاختراع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ودرست شروط تسجيل البراءات وقوانينها وأودعت الطلب هناك. ولم أكتفي بذلك، رحت عند مكتب براءة الاختراع الخليجي وسجلت براءة اختراع هناك، وسجلتها برضو في مكتب براءة اختراع الأمريكي كذلك. عندما يعني حميت الفكرة بما فيه الكفاية، بدأت أفكر أنه والله يجب أن أذهب إلى السوق الآن. فقمت فسافرت إلى خارج المملكة العربية السعودية، شاركت في مؤتمرات وحضرت ندوات، ليس لشيء إلا للحصول على المعلومة ودراسة المنتجات الموجودة في السوق ليس المحلي وحسب، بل حتى العالمي. وخلال هذه المدة قمت بإنشاء العديد من التجارب والتقارير المشجعة ولله الحمد، ولكن لم تكن كافية لقربي من هذا المشروع الصغير. شعرت بالانتماء الشديد إلى هذا المشروع حتى أصبح شغل الشاغل هو كيف أجعل هذا الطفل الصغير أو المشروع الصغير ينجح بمعنى الكلمة. فكان لابد من وجود عين خارجية ترى هذا المشروع من نظرة واقعية وتعطيني تقييم لموضوعي أو المتقييم موضوعي لهذا المشروع. واسمح لي ونخوك على صراحتي لضعف يعني بلدان العربية في تقييم براءات الاختراع، آثرت على أن أبحث عن أفضل المؤسسات والمعاهد التي يمكن أن تقيم براءات الاختراع، ووجدت مؤسسة أمريكية لها أكثر من 40 سنة في تقييم براءات الاختراع. فلم أتأخر عن بناء البحث بالطريقة التي يرغبونها، وقمت برسالها إليهم، وبعد ما يقارب الشهرين وصلني جوابهم تقريبا، وهو عبارة عن تقييم للمشروع من 40 صفحة مع نصيحة قوية من عندهم في إكمال المشروع لجدواه السوقية وقابليته للتطبيق العلمي. واليوم الحمد لله والشكر لله أصبح هذا المشروع واقع، وحصل على عدة جوائز كما ذكرت، منها أنها أحد أفضل خطط الأعمال على المنطقة العربية، وكرمت من شركة أنتل العالمية، كما تفضلت من في معرض الابتكار الأول الذي يقيم في السعودية العام الماضي في الرياض. كما أنه لله الحمد أنا فخور بأنه هذا أول مشروع تحتضنه حاضنة الأعمال بادر لتقنية المعلومات والاتصالات، وأذكر أن الأخوان في الحاضنة قد بحروا بعدد البحوث والتقارير التي بحوزتي عن الموضوع. وأنا يعني أستغل هذا المنبر لأتحدث لأي من الشباب اللي يسمعون الآن ويرغب فيه أو عنده مشروع أو عنده فكرة
يتقدم للحاضنه ويستفيد من خبرات، ترى في شباب في خبرات في الحاضنه وفي مواهب وفي كوادر موجوده في الحاضنه فقط لمساعده الشباب السعودي ومساعده اي شخص عنده فكره او عنده مشروع ويرغب ان يبني بحث منطقه عليه بامكانه الشباب في الحاضنه يساعدونه. جميل. في الختام احب ان اؤكد واوضح انه من اسباب ولله الحمد نجاح مشروعي هو بعد الاتكال على الله عز وجل والصبر هو البحث العلمي والموضوعي والمنطقي. ولله الحمد البحوث يعني اصبحت الان اسهل بكثير من ذي قبل، واصبح بالامكان ان اي شخص يصل الى المعلومه بدقائق معلومه معدوده. فيعني قبل 10 سنوات او 20 سنه كان الواحد يمسك كتاب ويبحث لساعات طويله ليجد معلومه بسيطه، اما الان بوجود الانترنت ومحركات البحث فاصبحت المعلومه جدا الوصول اليها سهل. جميل. يعني هذا ما لدي. جزاك الله خير. جزاك الله خير اخوي منصور، وباذن الله تعالى يعني نسال الله سبحانه وتعالى الى مزيد من التوفيق. شكرا لك اخ منصور، بارك الله فيك. يعني استاذ جمال، يعني قبل ان نواصل حقيقه احببنا ان يكون منصور الحربي موجود معنا، مثال من امثله الشباب. نعم. الذين كان لديه فكره. نعم. ثم تطورت الى ابتكار واختراع. صح. ثم اكد على قضيه البحث العلمي. انا ذكرت مع الاستاذ خالد ابو الخير مدير تحرير جريده الاقتصاديه اننا نبحث على نقله نوعيه في نوعيه المنشات الصغيره والمتوسطه، يعني مرارا نؤكد على انه المنشات الصغيره ليست فقط مغسله سيارات، ليست فقط مطعم، ليست فقط ورشه، ان هناك مجالات